في خبر مهم جدا عن إعلان مؤسسة مودست رفع التصنيف الائتماني لمصر، تغيير نظرتها مؤسسة مودست عن تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية لإيجابية. وده الحقيقة أنه بالتأكيد دي مؤسسات اقتصادية عالمية، سواء مودست أو مودز، يعني بيمهدوا الطريق لتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة من قبل هذه المؤسسات اللي لا تجامل أحد بكل تأكيد. دي يمكن مودز هي المؤسسة الأهم عالميا في هذا المجال. كمان قال الوزير محمد معيط وزير المالية إنه إشادة مؤسسة مودز بالتطورات وبالخطوات والإصلاحات الجريئة الاقتصادية والخطوات الحاسمة اللي مصر أخذتها الفترة اللي فاتت والحكومة المصرية اتخذتها علشان تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، دي تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال المرحلة الصعبة اللي مليانة تحديات، اللي بالتأكيد كلنا عايشينها وكلنا نشعر بيها. كمان سيادة الوزير وضح التزام الحكومة بأنها تحمي الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأكد أنه في نفس الوقت الحكومة عندها خطط لبدء تخفيض نسبة الدين الناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة. إزاي هذه النظرة الإيجابية من مودز ومن صفحات اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصاد المصري؟ إزاي هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية لما تتكلم بحيادية تامة عن ما يحصل من إجراءات إصلاح اقتصادي في مصر، ممكن ده يعني يكون أثره إزاي على الاقتصاد المصري خلال الفترة اللي جاية؟ دلوقتي معانا على التليفون أستاذ علاء محمد عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية. مساء الخير على حضرتك، وإزاي شايف المعايير اللي استندت عليها مودز لتغيير نظرتها للاقتصاد المصري لنظرة إيجابية؟ معايير وأسباب هذا التغيير من وجهة نظرك. مساء النور يا فندم، وشكرا على الاستضافة. أهلا بحضرتك. هو حضرتك مؤسسة موديز طبعا بصت على كذا معيار وكذا مقوم يعني للاقتصاد المصري، اخرها طبعا فكرة الاجراء القوية اللي البنك المركزي خدها الفترة اللي فاتت من ناحية سعر الصرف واسعار الفائدة برضو في السياسة النقدية، انها بتدي يعني بتدي إشارة للمستثمرين الدوليين والمستثمرين المحليين كمان ان الحكومة جادة في اجراءات تصحيح المسار الاقتصادي، وانه هيبقى فيه يعني هيبقى في نظره شفافه اكتر فعلا للاسعار في البلد وبالذات لاسعار العمله، وهيبقى في تدفقات تاني للنقد الاجنبي جوه البلد، سواء بقى من خلال صفقه راس الحكمه اللي اتعملت خلال شهر فبراير، دي مدخله برضو تدفقات نقديه مهمه. وبالتالي مؤسسه موديز لما شافت حاجه زي كده قالت ان تحدثوا عن انخفاض المخاطر السلبيه بشكل كبير بسبب صفقه راس الحكمه وغيره. بالظبط، انه هيكفي لسه في دعم لسه للاقتصاد المصري من اشقائنا في الخليج، وان في اجراءات حاسمه بتتخذ من داخل البلد نفسها من السياسه، سواء من على جانب السياسه النقديه او السياسه الماليه. وبالتالي في ضوء ده طبعا مؤسسه مودي حست انه لازم يعملوا تغيير للنظره نفسها الايجابيه. طيب حضرتك شايف ازاي رؤيه هذه المؤسسات لما تتغير لرؤيه ايجابيه كيف تؤثر على الاستثمارات اللي داخله البلد وعليه للاقتصاد المصري وبالتاكيد على المواطن المصري؟ هي اهم حاجه حضرتك ان الحاجات تغيير النظرات او تغيير درجه التصنيف نفسها بتدي ثقه في الاقتصاد نفسه، وبالتالي بتدي اشاره ايجابيه للمستثمرين اللي هو ادخلوا الاقتصاد ده واعملوا البيزنس بتاعكم وما يهمكمش، يعني في اجراءات هيتم اتخاذها هتدعمكم علشان تزودوا البيزنس بتاعكم في البلد وتزود استثماراتكم في البلد. وتغيير الرؤية دي توضح ان احنا على الطريق الصحيح، تؤكد ان ما اتخذ من خطوات من قبل الحكومة المصرية هي خطوة على الطريق الصحيح؟ تمام حضرتك، هي بتدي فعلا اشارة لكده ان احنا بدأنا فعلا ناخد الطريق من اوله بطريقة صح وبطريقة مناسبة، بحيث انها تدعم الاقتصاد المصري وتطلق القوة الكامنة اللي جواه، وبالذات كمان ان الحكومة يعني متأكدة وعلى يقين تام ان الفترة الجاية القطاع الخاص هو اللي لازم دوره يبقى عميق ومتعمق وهو اللي يقود النمو الاقتصادي الفتره الجايه. وده برضو كان من اهم المقومات اللي مؤسسه موديز استندت عليها علشان تغير النظره بتاعتها.
مسألة يعني إسناد الكثير من الأعمال للقطاع الخاص، مظبوط ومسألة الضرايب ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. مظبوط يا فندم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ علاء محمد عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.